مشكلة جديدة بين أبو الرب وأخت مروان. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام أبو الرب بالأمس بنشر ستوري على ريل أخت مروان الذي نشره بمالطا، وعلق عليه أبو الرب أن شط البحر مالح والدنيا مليانة مصالح. والغريب في الأمر أن أخت مروان لم يقم بالرد على أبو الرب أو مشاركة ستوري في صفحته بالإنستغرام، مما دفع المتابعين للشك هل هناك مشكلة جديدة بينهما، خصوصا في هذه الفترة التي انتشرت أخبار كثيرة حول عودة العلاقة بين أخت مروان ونارين بيوتي. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ يا هلا والله. هلا والله. شو حاسه هيك تعبانه؟ بيتي. يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك.